حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه، هذا الحواري من حواري أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هذا الرجل العظيم أمير المؤمنين، قال له: ما مضمونه؟ أنه كيف بك يا حجر إذا طلبت منك البراءة مني؟ تبرأ مني يوما ما، سيأتون ويطلبون منك أن تبرأ من مولاك علي بن أبي طالب، فماذا تفعل؟ قال: يا أمير المؤمنين، إني لا أفعل ذلك. قال عليه السلام: إذن والله تصلب ويقطع لسانك. قال حجر: أصبر يا أمير المؤمنين، فإن ذلك في الله قليل، هذا قليل في الله، أن أعذب في محبتك وولائك يا علي بن أبي طالب هذا قليل، هذا لا شيء، حقيقة لا شيء. ولذلك نحن نحيي هؤلاء الأبطال اللي في السنوات الأخيرة في اللطيفية وغير اللطيفية جاءوا لهم بصورة علي بن أبي طالب المنسوبة، الصورة المنسوبة، وقالوا لهم: دوسوا على هذه الصورة أو ابصقوا عليها وإلا نقتلكم، ما قبلوا، وكانوا شجعان، قتلوا وهم شهداء عند الله، شهداء حتما عند الله، ولهم الفخر ورؤوسهم عالية أمام علي بن أبي طالب يوم القيامة. هؤلاء نماذج نفخر بهم، رجال، نساء، أطفال، والله أطفال، ما قبلوا أن يقوموا بهذا الصنيع ويتنكروا لأمير المؤمنين ويرضخوا لهؤلاء الإرهابيين القتلة. اقتلونا والله لا نتزحزح ذرة عن موالاة أهل البيت والبراءة من أعدائه. حجر بن عدي قال لأمير المؤمنين صلوات الله عليه: أصبر، فإن ذلك في الله قليل. فماذا أجابه أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ قال: إذن تكون معي في درجتي. الله أكبر، ترى مو كلمة هينة هذه، أن إنسان يرتفع في الجنة في المراتب ويصبح في الدرجة التي فيها أمير المؤمنين، هذه الدرجة يغبطه عليها أنبياء الله العظام، أنبياء الله يأملون يدعون الله ليل نهار أنه إلهي اجعلنا في درجة علي بن أبي طالب. تخيل أنه رجل ليس بنبي وهو حجر بن عدي، يرفع ويرفع ويرفع حتى على بعض الأنبياء في الجنة ويصبح في درجة علي بن أبي طالب، درجة ثاني أعظم مخلوق على الإطلاق، ثاني أعظم مخلوق، أعظم مخلوق هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن يتلوه مباشرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ليس أمرا هينا، ليس أمرا بسيطا هذا، يجب عليك أن تستفيد من موقف حجر بن عدي. حجر بن عدي لا شك ولا ريب أنه كان في ذلك الزمان، في ذلك الموقف لما طلبت منه البراءة من علي وهدد بأن يصلب ويقطع لسانه، كان يجوز له العمل بالتقية أم لا يجوز؟ لا شك يجوز، أصلا ماكو فقيه يقول أنه لا يجوز. في ذلك الموقف كان يمكن أن يعمل بهذه الرخصة، يخلص نفسه من القتل، لأن التقية ما هي؟ هو إظهار أمر محرم أو ارتكاب فعل محرم بالعنوان الأولي يصبح جائزا بالعنوان الثانوي بسبب ورود الضرر على الإنسان. إذا أكو ضرر عقلائي محتمل على الإنسان، الشارع يقول: أنا رفعت عنك هذا الضرر، أنت بإمكانك حتى تتقي الضرر، ومن هنا جاءت كلمة التقية، حتى تتقي الضرر تظهر كلمة الكفر، ماكو مال، ابرأ من علي بن أبي طالب، ماكو مال. ولكن لم يختر الرجل أن يعمل بهذه التقية، بهذه الرخصة، ما اختار ذلك،
آلى على نفسه إلا أن يصمد ويصبر فإن ذلك في الله قليل. خلي ساعة من الزمن أتحمل الصلب وقطع اللسان وأنزف إلى أن أموت، إن هي إلا ساعة وبعد ذلك ألتقي بمولاي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كل هذا يروح، مو مهم. الإنسان المؤمن هكذا يشعر، هكذا يكون شعوره حقيقة. أنا والله أتعجب لما أقرأ في سيرة أصحاب الحسين صلوات الله عليه، حقيقة أتعجب، وإلى اليوم أنا لا أتمكن من أن أفسر هذا الأمر. في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أنه أصحاب الحسين، أصحاب الحسين لما كانوا يذبحون، لما كانوا يحزون رؤوسهم كانوا يضحكون، يضحكون تسمع ضحكاتهم إلى هذه الدرجة. هذا بالله عليك شيء يمكن تخيله؟ أي درجة عظيمة وصل إليها هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم، بحيث أنه حرارة السيف في ذلك الموقف العصيب، هذا الألم الذي لا يطاق، يضحكون، يضحكون منهم، يبتسمون منهم، أصلا وكأنهم غير مكترثين بهذا، مع ما في بدنهم من السهام والنبال والجراح وتقطيع الأعضاء، هذا في هاي اللحظات الأخيرة يقتلونه ويحزون رأسه وهذا يضحك يبتسم. إلى هذه الدرجة وصل هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يعلمون ما هي إلا لحظات وسنجتمع بالحسين صلوات الله عليه، نجتمع بأهل البيت، نجتمع برسول الله، بأمير المؤمنين، بفاطمة الزهراء، بأئمتنا الأطهار، بأنبياء الله العظام، بأصحابهم الأبرار صلوات الله عليهم أجمعين. فهذا يهون علينا كل شيء في الدنيا، هو ألم ساعة تحمله. إذا وصل الإنسان إلى مثل هذا المقام، إلى مثل هذه الروحية، يحق له أن يفخر والله، أن يقول أنا المسلم، أنا المؤمن، أنا الموالي، أنا العلوي حقا، أنا الشيعي حقا. كثير من أصحاب أهل البيت واقعا وصدقا سطروا أعظم البطولات في تاريخ البشرية، أصلا لا نظير لها، سواء أصحاب رسول الله، أصحاب أمير المؤمنين، أصحاب أهل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم، انظروا ماذا قاسوا وماذا عانوا وكيف صبروا. دونك مثالا أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل العظيم المجهول القدر، ولا يمكن لأحد أن يستوعب قدره حقيقة، هذا فوق التصور. هذا الرجل الذي عاش وحيدا، يا أبا ذر، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله، يا أبا ذر تعيش وحدك وتموت وحدك وتحشر يوم القيامة وحدك. هذا تعويض عن وحدانيتك في الدنيا، أنه يوم القيامة حيث العرصات وحيث التدافع بين الناس هذا كله يتوقف، أنت وحدك فقط تحشر تدخل الجنة وأنت مرتاح، ما عليك أي شيء، يعني كل مراسم يوم القيامة تتوقف لأن أبا ذر سيمر أيها القوم، يدخل الجنة من أوسع أبوابها، تعويضا عن وحدانيته في الدنيا. ليش أبو ذر مات وحيدا؟ ليش أبو ذر عاش وحيدا؟ لأنه لم يقبل حتى لحظة أن يتنازل عن قول الحق. أمام أبي بكر وقف أمامه في المسجد النبوي الشريف وقال له يا أبا بكر اتق الله، لقد بايعت عليا يوم غدير خم وما طال العهد لتنسى. صدع بالحق في وجه سلطان جائر، هكذا صنع مع أبي بكر، مع عمر، ومع عثمان فالأمر معلوم، ومع معاوية فالأمر معلوم أيضا. تحمل الرجل
بالفعل عاش حياة صعبة ومات غريبا شهيدا لا شك، ولكنه يعوض في الآخرة. لنقتدي بهؤلاء حتى نصل. ولا أتعجب إذا وجدت بعضا من حديثي التشيع في أيامنا هذه حقيقة يظهرون من الإيمان والولاء والبسالة في الدفاع عن أهل البيت صلوات الله عليهم ما يفوق بعضا ممن هم من أصول شيعية. أنا بنفسي شاهد، ويا ليت يكثر هؤلاء. لو عندنا حقيقة نماذج كثيرة من هؤلاء احنا بخير، احنا بخير حقيقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على هذا المنهاج دوما وأبدا. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.